بون لو كان تشوفي اليوم هذاك هو عماد زعما البدايه كيفاش دخلت لعالم الموسيقى سي بديت باسكو انا دخلت فورماسيون دونك لوبيرا دونك كي كملت انت راكي شفتي عماد بعد لا فورماسيون بيان سور دوك عماد في لوبيرا حاضر عماد في ديزوتر ستيل حاضر بيان سور باسكو راكي عارفه الجزائر بكل صراحة لو ستيل لوبيرا اي تو ماشي فن تاعنا ولا ماشي ثقافة تاعنا مي هو يكون ديجير انا افتخر به توجور وكما الحمد لله سي لوكازيون كيما هذه جاتني دونك تزيد في لافالور تاع الارتيست. ثقافة الاوبيرا ما عندناش بزاف في الجزائر خاصة بين الناس وبين الجمهور ما عندناش بزاف ثقافة الاوبيرا. وشنو هو الميساج اللي يوجهوا عبر برنامجنا عماد للناس باش يتجهوا ويتبعوا الاوبيرا؟ وي شوفي انا من متش رسالة نقول لك انك روح اسمع الاوبيرا ولا هذاك شوا بيرسونيل. انا نقول اللي حاب يدخل عالم الموسيقى ولا حاب يطور من نفسه في عالم الموسيقى لوبيرا سي لا باز. عماد وين يلقى روحه لوبيرا ولا الراي؟ شوفي الصراحة نحب خير وحدة نحب ستيل تاع بلادي ما نكذبش عليك نحب وي نحب الراي نحب العاصمين نحب كل حاجة جزائرية نحبها. عماد كي هضرنا على الراي كاش سكوب كاش ماك توجد كاش جديد كاش ما كاين جديد اعطيني سكوب انا ماكش رايح دوكا تعطيني سكوب ان شاء الله. شوفي ديجا هذه هضرت عندك في البرنامج تاعك ان شاء الله عندي البوم بصح حيكونوا كاع دي روبريز بصح دي ستيل ديفيرون ماشي كيما ديك داكا ولا عفسه حيكونوا شاك ستيل سيت نخير اغنيه بصح لارونجمون ولا لو ستيل تاع لارونجمون مش حنقول لك امبوسيبل. معليش قلنا بالك حاجه نعرفوها اغنيه نعرفوها احكي لنا. كيما خيرت لا شونسون خبي سرك يا الغافل بصح ستيل ما نقولوش.